عند الصلاة في السنن الرواتب أقول في عند السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة كلمة بركاته هل تنقص الصلاة؟ هل تجوز؟ السلام عليكم ورحمة الله الذي وبركاته. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه العمل عند الصحابة: السلام عليكم ورحمة الله. وأما زيادة وبركاته هذه وردت في بعض الروايات، لكن تركها أحسن، لأن العمل الاقتصار على ورحمة الله، هذا هو الذي عليه عمل المسلمين، وهو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.